واتمنى كل نهار يتقدمونا مسرحية للأطفال وفرح الأطفال كثير كثير. أولي ما كان بمسرحيات، اليوم أول مسرحية صونا والأطفال فرحوا كثير كثير. مدرسة عمار بن ياسر صارت مسرحية حلوة للأطفال، حلوة المسرحية، والحنوا بمسرحية وزعوا لنا هدايا كويسة. كان عندنا اليوم ثلاث عروض مسرحية تحكي عن مسرحة النهر ومقدمة للأطفال، وكراكوز وعواز أيضا للأطفال، والكرة الذهبية أيضا للأطفال. طبعا كلها كان هدفنا من هالمسرحية أنه نطالع هالأطفال هذا من جو الحروب اللي عايشة فيه المنطقة حاليا، وإن شاء الله نكون قادرين على إسعادهم ونقدم لهم شيء أحسن من اللي قدمناه. طبعا اليوم حطت فرقة المسرح الجوال في مشروع حكوات الفرات، حطت في مدرسة عمار بن ياسر لتقديم ثلاثة عروض مسرحية: النهر وصاحبة الفرجة ومسرحية مدينة الزهور والألوان الكرة الذهبية. طبعا هذه المسرحيات ضمن البرنامج الذي تقريبا جاب أغلب المناطق في شمال وشرق سوريا.